إذا لمناقشة تقاطع المواقف قبيل الانتخابات النيابية في لبنان ينضم إلينا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أستاذ فرانكو، مرحبا بكم. يعني 55 لائحة معارضة للأحزاب السياسية التقليدية في لبنان تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ما الرسالة من هذه الترشيحات أستاذ فرانكو؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذه الكثافة في اللوائح التي تخوض الانتخابات ضد السلطة، هذا دليل واضح على أن الناس تريد التغيير وهي طموحة في ذلك. وراء هذه اللوائح 55 نجد هناك جمهور كبير يدعم تلك اللوائح. طبعا لو لم يكن هؤلاء الأشخاص المرشحين يحصون بدعم من عوائلهم ومن بيئتهم لما تقدموا بهذا الترشح، وبالتالي هذا دليل واضح على أن هناك مجموعات كبيرة من اللبنانيين تريد فعلا التغيير. أستاذ فرانكو، المشهد في لبنان يعني يبدو محسوما نوعا ما في ظل المحاصصة التي تحكمه، لكن هل تعتقد أن هناك فرصة للتغيير بدخول تلك التشريحات ومن ثم تغيير المعادلة السياسية في لبنان؟ نعم، بصراحة أنا مثل كل اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات وطالبوا بالتغيير. هناك حوالي 1.5 مليون مواطن لبناني هبوا إلى الساحات في الثورة في السنتين الماضيتين. نعم، أنا أعتقد أن هناك حظ كبير وفرصة كبيرة للتغيير وللإطاحة بهذه السلطة الفاسدة التي ترسخ وتحكم البلاد منذ ما يقارب 30 سنة. وبالتالي نعم، هناك فرصة كبيرة للتغيير بهذه الانتخابات. يعني تعتقد أن نتائج الانتخابات ستغير من المواقع السياسية المحسومة، مثلا يعني رئاسة الوزراء للمكون السني، البرلمان للمكون الشيعي، ورئاسة الجمهورية للمكون المسيحي أستاذ فرانكو؟ يعني هذه المراكز أو المناصب لا، هي مقسمة حسب الدستور اللبناني. طيب، الذي يعتمد منذ 1943 على ما أعتقد. لا، هذه التغيير في المناصب لن يتم، ولكن قد يأتي عندما يحصل التغيير ستتغير كل تلك السلطة الموجودة حالياً بأشخاص لا يطبعون لهذه المنظومة الفاسدة. طبعا منصب رئيس الجمهورية سيبقى للمسيح الماروني، رئاسة الحكومة ستبقى للمسلم السني، وكذلك رئيس مجلس النواب سيبقى للطائفة الشيعية. مع العلم أن الرئيس الحالي للمجلس النيابي وهو نبيه بري يتربى على هذا الكرسي منذ 30 سنة. بالضبط، منذ 30 سنة. نعم، يعني حتى أذكر وأنا صغير جدا يعني يتبادر هذا الاسم نبيه بري وهو رئيسا لمجلس النواب في لبنان. ولكن أستاذ فرانكو، كيف تقرأ قرار تيار المستقبل مقاطعة الانتخابات البرلمانية طبعا في ظل هذه التحولات، كيف يمكن قراءة ذلك؟ يعني طبعا تيار المستقبل وكما يقول كل اللبنانيين وخاصة الذين يطمحون للتغيير، تيار المستقبل ورئيس التيار سعد الحريري قد قاموا بخطيئة كبيرة بحق لبنان والوطن وخاصة بحق بيروت حين أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الانتخابات. عدم المشاركة في الانتخابات هذا شيء حسن، لأن تيار المستقبل للأسف هو جزء من هذه المنظومة الفاسدة كما يعتقد كل اللبنانيين الطموحين للتغيير، ولكن بأن يتمنعوا عن التصويت للوائح التي تواجه حزب الله وميليشياته والتيارات والأحزاب التي تدور في فلك، فهذه مسألة بالفعل هذه خطيئة كبيرة يتحمل مسؤوليتها تيار المستقبل ورئيسه للأسف الشيخ سعد الحريري. أستاذ فرانكو، بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز تقول بأن ميليشيا حزب الله تستخدم تهديدات ومحسوبية للفوز في الانتخابات القادمة،
ولكن المعول على المواطن اللبناني، هل المواطن اللبناني لا يزال يتأثر بهذه الأساليب التي دأبت على استخدامها ميليشيا حزب الله؟ للأسف نعم، هناك ضغوطات وتهديدات وحتى التعرض بالضرب لبعض المرشحين في المناطق التي تنسب إلى حزب الله والتي لبيئته. هناك بعض المرشحين تعرضوا للضرب وللتهديد، أحدهم كان يقوم بمهرجان انتخابي، بدأوا بإطلاق النار والقذائف الصاروخية في منطقة بيعلبك مباشرة فوق رأسي، وهذا دليل على أن حزب الله لن يترك الأمور بهذه السهولة تمر دون أن يحاول أن يهدد الذين يعارضون سياسته. نعم، هناك أيضا مرشحين قد أحشموا عن المشاركة بالانتخابات لأنهم تعرضوا لتهديدات، وإن لم يتعرضوا لتهديدات فإن حزب الله يتكلم مع ذويهم ويمارس عليهم ضغوط ويقنعهم بحجج واهية عفوا وتافهة، نعم، لكي يؤثروا على هؤلاء المرشحين كي لا يترشحوا ضده. نعم نعم، هناك ضغوطات فرانكو كبيرة. تعتقد أن الحكومة القادمة أيا كانت ستكون قوية وبالتالي ستخرج لبنان من عباءة إيران؟ بكل صراحة الحكومة القادمة ستكون قوية لأنها أتت بإرادة الشعب إن شاء الله. وفي حال لم يقبل حزب الله الموافقة وحاول حزب الله أن يقوم بأي شيء كما قام بسبع أيار منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، فهذا سيدخل حزب الله في قعر الزجاجة، لأن العالم اليوم وأصبح يعني لن يترك لبنان بعد اليوم. هناك قرار دولي بعدم ترك لبنان لقمة سائغة لحزب الله ولإيران. نعم، الحكومة القادمة العتيدة ستغير المشهد السياسي في لبنان. إن لم يكن هذا لن يكون هذا بالسهولة. سيكون هناك وضع صعب جدا في حال لم يرضى حزب الله بالتغييرات التي ستأتي بها الحكومة والتي ستخرج لبنان من براثن إيران كما نعلم. عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري للدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.